عاوزين واحدة تشتغل ليل ونهار من غير أي مقابل ومن غير ما تشتكي ومن غير ما تعطل ولا تقف. لبسوها عروسة واعملوا لها فرح. أهلا بيكم، وده فيديو جديد. أنا عفاف ودي قناتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنهاردة هشارك معاكم روتين جديد. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير وانتوا بتسمعوني دلوقتي. طبعا اللي انا قلته في اول الفيديو ده على سبيل الهزار، انا قريت الجمله ديت على الفيسبوك امبارح، بس بصراحه يعني ضحكتني. يعني عاوزين بقى بصوا واحده تشتغل كده وما تتكلمش خالص ولا وبدون مقابل طول العمر، اضحكوا عليها ولبسوها عروسه وعملوا لها فرح بس كده. صباح الفل عليكم. تعالوا بينا النهارده نقول كنت فين يا طاقه. يعني بجد بقالنا كذا يوم كسلانين كسل السنين، معرفش في ايه والله. في الجو حر جدا لدرجة ان الواحد والله بيبقى واقف مش طايق نفسه بصراحة. الله المستعان، بجد ربنا يستر علينا. حتى المراوح مش عاملة اي نتيجة خالص، مفيش حل طبعا الا التكييفات هي ديت اللي تظبط الجو ده، انما المراوح لا خالص. يعني بصراحة الدنيا صعبة جدا، فالحمد لله رب العالمين. انا بس عايزاكم تجمعوا لي كده الناس بتوع الصيف حلو وفين الصيف، وانا بحب الصيف والجو ده، عشان انا يعني هديهم علقة كلهم هديهم علقة بجد. فين الشتاء؟ فينك يا شتاء؟ ايه الحر ده؟ ايه التلزيق ده؟ ايه كمية الواحد مش طايق نفسه ازاي كده؟ الله المستعان. تعالوا بينا النهارده، بس والله مش جاي اديكم طاقة سلبية ابدا، ده انا النهارده عاملة شغل جامد جدا، ولكن انا بوصف لكم حالتي فعلا واحساسي في الوقت اللي احنا فيه. بصوا انا صحيت الصبح على طول، اول حاجه كنت ناوي اعملها بقالي يومين اصلا ناوي اعمل كده، ومعرفش ما بعملش ليه، بس بصراحه الجو ما بيشجعش. فصحيت النهارده كده رحت مشغله المروحه جنبي وفتحت البلكونه، زي ما شفتوا الشمس القمر دي ادتني بصراحه طاقه كده، ورحت منظفه اول حاجه البلكونه. بلكونه الريسبشن دي مش بفتحها كل يوم خالص، ومع ذلك هوريكم كارثه موجوده عندي في الريسبشن. مش بفتحها والله غير يمكن كل يومين ثلاثه وممكن اكتر كمان، لان عندي بلكونات تانية بهوي بيها، فدي مش بفتحها عشان ما يخشش تراب بس، مش عشان حاجه تانية. فانا اول حاجه عملتها طبعا كنست كميه التراب اللي كانت ردمه البلكونه، وما استكفتش طبعا بالكنس، رحت دلقه فيها ميه بصابون ونضفتها كويس قوي. الشيش نفسه شفطته بالمكنسه الكهرباء ودخلت على طول على الازاز والسلك زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا انتم شايفين الجوانتي اللي في ايدي دوت، انا عملت بيه الشيش وسوري الازاز السلك الدرف الخشب بتاعت البلكونه من جوه زي ما هو كده، ما اتغسلش خالص، انا مكمله بيه على طول. حتى السلك حتى الدرف الازاز كله نظفت بيه الجزء بتاع البلكونه من جوه، بقى زي الفل. هتشوفوا دلوقتي الفرق فعلا واضح جدا، وكانت البلكونه كلها تراب. وطبعا لما بنحب نبتدي تنظيف عميق او نعمل حاجه يعني شغل مش روتين يومي ولا حاجه، لا بنبدا اول حاجه بالبلكونات، علشان اول حاجه بتكون لو هي مطربه ومبهدله ما ينفعش تنظفي حاجه جوه وتسيبيها كده. تاني حاجه ان هي بتفتح نفسك بصراحه، لما تفتحي بقى وتهوي وتلاقي كده السلك نظيف، الهواء اللي بيدخل حلو، بتلاقي الدنيا تمام وبتتشجعي كده. خلاص زي ما شفتوا ظبطت البلكونه، والستاير عندي اصلا الحمد لله نظيفه، دخلت على طول على جوه. عشان اعمل ايه؟ عشان اوريكم حاجه كانت عامله لي ازمه نفسيه بصراحه. انا قلت لكم ان احنا كان عندنا من فتره كده، من اسبوعين ثلاثه، من قبل العيد كمان، تنظيفات، مش تنظيفات لا، بيوضبوا حاجات في الشارع يعني، فكميه التراب كل يوم مش بفتح طول ما هم موجودين الجرارات في الشارع والدنيا دي، ما بفتحش خالص لان عاملين تراب كتير، فانا ما بفتحش يعني ما بفتحش، وبرده ما فيش فايده. ولكن برده الباركيه برده كان في حد من كذا يوم جه كسر لي الاحرف بتاعته زي ما شفتوا كده، علشان نظبط الحاجات اللي كانت مبقبقه فيه، فبرده عمل تراب. فتعالوا بينا النهارده ننظف الانتري والركنه من التراب اللي موجود عليهم. ولكن انا دلوقتي بعمل ايه؟ اول حاجه بداتها شديت الكنبه بتاعه الانتري علشان انظف وراها الاول عشان ما شديهوش تاني. تمام، انا كده بنظف الارضيات وورا الكنب. طبعا انا كنت فرشه سجاجيد، وسجاجيد كبيره وماليه الارض، فما كنتش بشد الكنب دوت من اخر مره انا فرشت فيه تقريبا في رمضان، في العيد الصغير يعني، ما كنتش شلت السجاد خالص. تعالوا بقى اوريكم بصوا منظر الانتريه بجد من بعيد، مش باين على فكره، بس انا لما قربت منه اتفاجئت بشكله. لا بصراحه حرام حرام يبقى انتريه بالشكل دوت وعامل كده،
علشان كده انا بزعل ان اي حد عنده حاجة غالية وما بيهتمش بيها. اي حد عنده حتى لو حاجة مش غالية، هو كل حاجة دلوقتي بقت لها سعر، حتى الحاجات العادية بقى ليها سعر. فانتي يبقى عندك انتري، ولا عندك سفرة، ولا عندك اوضة نوم، ولا دولاب مطبخ، حاجات كلها متكلفة، مفيش حاجة دلوقتي ما بتتكلفش. وتيجي انتي تهمليه بقى كله ملزق ودهون، ولا انتري كله مبقع من العيال، ولا ايا كان، حرام بصراحة. ما يعني حرام الفلوس اللي اتدفعت، يعني انتي المفروض تحافظي على نعمة ربنا اللي ربنا اداها لك. انا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان يا رب انتي قلت لها تعالي ساعديني في تنظيف الكنب ده، يعني قلت لها انا هعمل الكنبه الكبيره اللي هي الجنزاري دي، وانتي اعملي الكنبه الصغيره البيج، وفهمتها ازاي تعمل بعد ما عملت قدامها الكبيره. قعدت تقول لي هو انتي ليه يا ماما بتعملي كده؟ ما هي ما تسيبيها، يعني هيحصل ايه يعني لو سبتيها؟ هما الضيوف هيجوا يقعدوا يبصوا على الكنبه ويقولوا ايه ده ايه ده ايه ده التراب ده، دي مش نظيفه خالص. فضلت تتريق عليا كده. قلت لها طبعا، يعني قلت لها لا، هو احنا اصلا يعني اساسا مش بيجي لي ضيوف كتير اصلا، دي اول حاجه. يعني قلت لها الموضوع مش بننظف عشان الضيوف يا يارا، احنا بننظف عشان دي حاجه ربنا رزقنا بيها، واحنا المفروض نحافظ عليها، ما نسيبش الحاجه مطربه وقديمه ومبهدله تيجي تقعدي عليها تلاقي نفسك بتعفري تراب، ولا انت حتى تجيلك اصلا طاقه سلبيه من ان انت عايشه في بيت مليان تراب. مش لازم خالص نكون بننظف علشان حد هيجي لنا ولا عشان الضيوف. قالت لي ماشي. قلت لها كل ده عشان قلت لك تعالي اعملي معايا الكنبه، لو ما كنتش قلت كنت سكتي عادي ما كانش فرق معاكي. قالت لي ما هو لا ملوش لازمه ماما نعمل اصلا الكنبه وننضف التراب، ما تسيبيها كده هي شكلها عادي. فطبعا ولادنا لازم نفهمهم ان كونك ان انت اصلا عايشه في بيت نظيف، يعني ده بيحسن جدا جدا من صحتك النفسيه بصراحه. دايما تلاقوا الستات اللي بيتها مبهدل ومكركب وهي ما بتعملش فيه حاجه، او بتعمل حاجه كده من على الوش وخلاص، دايما نفسيتها تعبانه، ودايما حاسه ان هي مش مرتاحه، دايما حاسه ان كل الناس احسن منها، دايما حاسه حاجات وحشه كتير. فصدقوني لازم ولادنا برضو يفهموا احنا ليه اصلا بننظف البيت. كونك مثلا انتي عايزه تصلي، قلت لها ينفع تصلي في مكان فيه سجاده مبهدله مبقعه مطربه، ولا كرسي جنبك مبهدل وشكله صعب ولا مبقع، ولا ينفع تصلي كده؟ ينفع تصلي بهدومك مبقعه؟ ينفع تصلي بهدومك ريحتها وحشه؟ قالت لي لا. قلت لها طيب خلاص، يبقى النظافه دي حاجه ما فيهاش كلام، يعني كده كده لازم نعملها. بصوا بقى اوريكم بقى انا نظفت الانتريه بايه، حاجه كده بصوا تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان انا نظفت الاندري دوت بالاسبونجه الصفرا ديت. الاسبونجه الصفرا دي اسمها اسبونج انفيلفر، اسبونج انفيلفر ديت نسيج قوي جدا، مش اسبونجه عاديه دي يا جماعه، دي اسبونجه بتاعت جرين واي، النسيج بتاعها قوي جدا بينظف بالميه بس. فانا جبت كل اللي انا عملته، جبت البوله اللي لونها بينك ديت وحطيت فيها ميه نظيفه من الحنفيه عادي، حطيت فيها حته من شريحه الالواح، حته صغيره زي ما شفتوا كده، مش الشريحه كلها عشان مش عايزه رغاوي، انا عايزه ميه تنظف او ميه تكون ريحتها حلوه، ولكن مش عايزه رغاوي ولا عايزه اشطف بعدها ولا حاجه خالص. فكل الموضوع اللي انا كنت بعمله جبت شويه الميه وفيها حته الالواح الصغيره دي، وبقيت ابل فيها الاسبونجه وامسح الانتري زي ما شفتوا كده. اللهم بارك، شفتوا الميه اصلا عامله ازاي؟ الميه مليانه تراب متبهدله جدا، بس المسحه الواحده على الانتري كانت بتجيب اجل التراب وكل حاجه موجوده، الانتري بقى زي الفل حرفيا، ما كملناش 10 دقائق. عايزه اكلمكم عن الاسبونجه دي، فعلا حلوه قوي قوي، انا بعمل بيها عندي بقى لها سنتين ونص كده، بعمل بيها اصلا اول مره اعمل بيها الانتريه على فكره، كنت دايما بعمل الجوانتي بتاع التراب، ولكن كنت بعمل بيها مفاتيح الكهرباء، بعمل بيها مثلا البقع في الريموت مثلا تراب، اعمل فيها مثلا اي حاجه عايزه ادعكها انضفها، بتنضف جدا بصراحه خطيره، وكمان بتنضف بالميه بس اصلا، ممكن نستخدم معاها بقى مستك او الواح. طيب خلينا نقول انت لو عندك القرص، هي نفس وظيفة القرص، فهي بتعمل نفس القرص بالظبط، يعني ممكن تعملي اللي انا عملته ده بالقرص. بصوا بقى انا خلصت كمان الزرعة الحلوة دي، عملتها غسلت جوانتي التراب مكان البلكونة كويس، غسلته كويس قوي، ورحت ماسحة كل التراب اللي موجود على الزرعة اللي شفتوها دي، كانت مطربة جدا. طلعت بقى بره يعني في المكان اللي جنب الانتريه موجودة الركنة، شلت كل التكات من عليها، بدأت ان انا امسح اللي هو الجزء اللي ورا الظهر ده، وكمان التكيات نفسها اللهم بارك، يعني بقت زي الفل. عايزه اقول لكم ان بعد ما خلصت ببص كده عليهم على الانتري والركنه، لقيتهم احس ان هم جداد جدا وبيلمعوا ما شاء الله، مش موضوع بس ان انا شلت عليهم التراب، لا القماش نفسه ان بقى مختلف. انا دلوقتي كده برضو عايزه اقول لكم ان انا اول حاجه بعد ما خلصت الانتري رحت ادق الميه، حطيت ميه نظيفه وشريحه الواح نظيفه، وغسلت الاسبونجه ودخلت على الركنه على طول، بدات اعمل فيها الكلام اللي انتم شايفينه ده، وانا كده خلاص خلصتها.
ما خدتش مني وقت خالص بصراحه، وكانت اسهل مره انا غسلت فيها انتري وركن بصراحه. يعني كل مره قبل العيد وقبل رمضان بنغسل طبعا الكلام دوت، وده اخر مره كنت غسلاه كان قبل رمضان، قبل رمضان مش في رمضان، كان قبل رمضان. يعني بقالنا مثلا نقول ايه شهر رمضان وبعدين شهرين العيد، ودي كمان عدى شهر، يعني من 4 شهور، فكده تمام يعني حلو قوي. كل التراب الفترة اللي فاتت بتاع ال4 شهور احنا كده شلناه دلوقتي، وادينا كده بصوا ريفرش للمكان بقى تحفة. عايزة اقولك ان مجرد ان انت تشيلي التراب بس من على المكان بيبقى الموضوع بصراحة يعني طاقة ايجابية كبيرة جدا. مجرد ان انت اي سطح تشيلي تراب، ازازة تمسحيه، مراية تمسحيها، الموضوع بيبقى جميل. بصوا كده انا دي المية مكان الركنة بس مش مكان الانتريه كمان، انا كبتها في الاول وغيرتها، وانا كده بغيرها خلاص او بقلبها مش عايزاها، وهغسل الاسبونجه بالصابونه بتاعتها، وكده انا ابقى خلاص خلصت. طيب انا كده عملت ايه بقى النهارده في روتين؟ بصوا انا بحب اقسم اليوم، يعني انا هاخد جزء من اليوم هنقول وليكن ساعه ساعتين هشتغل فيه حاجات في البيت اساسيه على عميقه من ده على ده كده. يعني انا صحيت الصبح مثلا اول حاجه عملتها مش اللي انا عملته معاكم في الفيديو ده، لا اول حاجه عملتها ان انا فطرت، عملت روتين للبشرة، وكمان لميت الغسيل ونشرت غسيل تاني وفطرت الولاد. وطبعا انا لو هشارك معاكم كل ده هيبقى الفيديو ساعة نص ساعة، مش هيبقى ولا 15 ولا 20 دقيقة ولا الكلام ده. فطبعا ما بشاركش معاكم كل اليوم بتفاصيله علشان الوقت، فخلينا نقول ان احنا بشد كده اجزاء معينه في اليوم اشاركها معاكم. تعالوا بينا بعد ما غسلت الاسبونشه بصابونه زيت الزيتون دي وشلتها خلاص على جنب، تعالوا بينا نتفرج كده على الانتريه. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قمر 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 بجد، أنا كنت حاسة إن القماش هيتكلم. شايفين الجمال؟ يعني بصوا أنا عايزة أقول لكم إن الأنتريات دلوقتي سعرها بقى أوفر، فوق بقى فوق، عشان تجيبي أنتريه محترم كده سعره 50,000 جنيه، والله العظيم ما مبالغة. يعني الأنتريه بتاعي دوت أنا كنت شارياه السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها من سنتين بالظبط، كان سعره 26,000، 26,000 موجود دلوقتي في اباني. انا سألت على الانتريه هو في من حوالي شهر كده، ببص عليه لقيت سعره 50,000، فمتخيلين الاسعار بتروح فين؟ يعني اللي عنده حاجة حافظ عليها وش كده ما فيهاش كلام. طيب اجمل لحظة بالنسبة لي لحظة غسيل الفوط بعد المرمطة اللي بمرمطها لها، بحب اكافئها بصراحة لانها بتكون تعبت معايا جدا وادتني افضل النتائج، زائد كمان ان بتفضل شغاله معايا لحد ما اقول لها يلا اتغسلي كفايه عليكي، لا جوانتي بيطرب مكانه ولا يوقع تراب في الارض ولا فوطه امتصاص تسيب مكانها اثر ولا اي حاجه خالص. فبمسك الفوطه بتاعتي كلها المبقعه بقى من المطبخ والتنظيف والتراب وكل حاجه والبوتاجاز بقى والصلصات والكلام ده، اروح مدخلاهم الغساله عاملاهم على اعلى درجه حراره، حاطه شريحه من الالواح ما بنغسلش بصابون عادي طبعا، وبعدين ادوب كده معلقه كبيره من المستك الاورنج في كوبايه ميه مغليه واضيفها في الغساله عليهم وعلى اعلى طبعا درجه حراره، شايفينها على 90 اهي، واروح مشغله الغساله وكده تمام جدا. بروح بقى مديه الفوط دي حته دوره كده محترمه، تطلع الفوط فله. عايزه اقول لكم ان الفوط بتاعتي دي كلها بقى لها تقريبا في رينج سنتين ونص ل3 سنين، ما غيرتش وما جبتش حاجات جديده بقالي فتره كبيره جدا. حتى سبونج انفيلفر الصفرة اللي شفتوها في الاول وكنت بعمل بيها الكنب دي عندي بقالها سنتين ونص، من اول ما بدأت اشتري منتجات يعني جرين واي وانا كنت جايبة الاسبونجة دي، بس ما كنتش فاهماها في الاول، ما كنتش بستخدمها كتير، بس بصراحة عظيمة يعني اللهم بارك. عاملة لنا ايه النهاردة يا عفاف؟ سهل وبسيط وحاجة حلوة جدا في الصيف ومش هتكلفك كتير، نفس الحاجات اللي بتعمليها كل مرة، ولكن المرة دي هتبهريهم بشكل مختلف. تعالوا بينا نعمل كيك، يعني احنا النهارده هنعمل كيك، بس بصوا يعني مش عايزه اقول لكم بجد بجد هتعجبهم جدا. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. عندي هنا بيضتين هضيف عليهم كيسين من الفانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وهضيف كمان عليهم هديهم كمان معلقه من الخل، يبقى عندي بيض وسكر وفانيليا وخل، وهرفع الكلام ده كله في الخلاط واضربهم ضرب محترم كده، ممكن مثلا نقول دقيقتين ثلاثه لحد لما الخليط يكون لونه فاتح شويه. يعني ايه عفاف؟ يعني تحسي كده ان السكر امتزج مع البيض والبيض ما بقاش ليه اساسا اثر خالص، والدنيا كده بقت تمام، الخليط كمان لونه بيتغير بيبقى لونه فاتح شويه كده، تمام جدا. بعد كده هنزل بنص كوبايه من الزيت وكوبايه الا ربع من اللبن الحليب،
هنزل بيهم في الخلاط واديهم ضربة كده سريعة، ويبقى كده خلاص دور الخلاط عندي خلص. هجيب بقى بولة تانية احط فيها كيس من البيكنج باودر ورشة من الملح وكوبايتين من الدقيق المنخول، وانزل بالخليط دوت على المكونات الجافة اللي قلنا عليها، الدقيق والملح وكمان البيكنج باودر بالشكل ده. طبعا انا هنا هحط بكيس الدقيق كله كده لان انا عارفة العيار بيكون ازاي، انما انتي عايري بالكوباية مفيش مشكلة خالص. يعني انا كنت بعاير زمان بالكوباية لحد لما خلاص بقيت عارفة الخليط دوت بيبقى مظبوط على قد ايه. بحط كوبايتين الاول وبعدين اقلب، لو لقيت خليط سايل شوية بزود له رشة كده وبعدين اقلب تاني، لو لقيته تمام يبقى كده خلاص. والله يتقل منك قوي، ضيفي شوية لبن وفكيه تاني شوية كده خلاص. انا عندي كده كمية الخليط اللي بفانيليا كلها بقت جاهزة، هاخد منها بس مقدار مثلا نقول كوباية صغيرة كده او فنجان صغير، نضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وننزل كمان عليه بمعلقتين ثلاثة من اللبن عشان نفك الخليط شوية ويبقى معايا خليط كيك بالشوكولاتة عادي. كنت بضيف لبن تاني علشان كان تقيل جدا، لان طبعا اضافة الكاكاو بتقل الخليط قوي، فكده تمام. جبت كيس حلواني او ممكن تجيبي كيس تلاجة عادي جدا، ونبتدي ان احنا نصب الخليط ده في الكيس. انا كده خلاص خلصت. هجيب بقى الصينيه بتاعتي او الصاج اللي هنخبز فيه في الفرن. انا عملت في الصاج اللي هو الكبير 30 في 40، وكمان استخدمت صينيه سيفال من عندي، يعني علشان الاشكال بتاعت الاقراص اللي هنعملها مش بتخليكي تحطي كتير في الصينيه لانها بتفرد وتفرش شويه، فممكن تلاقيها ماسكه كلها في بعض، بس ده عادي جدا يعني ممكن نقطع منها اقراص مفيش مشكله. كده خلاص انا بس بدهن مسحه كده من الزيت في الصاج علشان نحط ورق الزبده، ونجيب بقى الكبشة الصغيرة ونجيب الخليط بتاع الفانيليا بتاعنا ونبدأ نحط منه على الصاج كده كبشة واحدة كده صغيرة علشان ما يبقاش كتير. طبعا هي بتفرش في الفرن او حجمها بيزيد حاطين بيكنج باودر كتير، فما تحاوليش ان انت تكتري قوي، يعني يدوب هي بس كبشة انزلي بيها كده وخلاص. انا كمان كنت مزودة كده، يعني الصاج ده ممكن المفروض يعمل يعني عدد اكبر من كده، ولكن هو اخد مني 4 بس علشان كنت عاملاه حجم كبير شوية. كده تمام. عندي بقى دلوقتي القرطاس او الكيس الحلواني او كيس التلاجة اللي حطينا فيه خليط الكاكاو، هننزل بيه بالشكل ده علشان نعمل شكل كده بالكاكاو في الكيك بتاعنا. سهل جدا وما تقلقيش مش هيسيح على بعض ولا حاجة، بصي عادي جدا. انا دلوقتي شغلت الفرن بتاعي على 180، شغلت الشعلة اللي تحت بس ما شغلتش الشواية خالص، ولما خلصت التزيين اللي انا بعمله من فوق ده هدخله على فرن 180 لمدة بالظبط كده 25 دقيقة. بتلاقيها استوت من تحت وبدأت الأطراف بتاعتها تحمر، ولو نشفت منك مفيش مشكلة خالص، الأطراف بس اللي بتكون ناشفة، إنما من جوه هي بتكون طرية كده كده احنا هنقصها يعني أو نقسمها. وأنا عملت شوية بالشكل دوت وشوية سادة خالص من غير حاجة زي ده كده، علشان دي هيكون القاعدة بتاعت الأقراص. عايزة تعملي كله سادة ماشي، عايزة تعملي كله في كاكاو براحتك، ولكن أنا عملت الوش كده من فوق فيه كاكاو والقاعدة سادة. طبعا الأطراف نشفت شوية عادي جدا، أنا كده كده أصلا الأطراف دي مش هحتاجها في الأقراص، بس طبعا هنستخدمها مش هنرميها. شايفين كده؟ بصوا الجمال، طبعا هشة وتحفة وطعمها جميل جدا. انا بقطع كده، قطعي بقى بغطا برطمان بكوباية انا بقطع بالمكبس بتاع البرجر دوت اي حاجة. شايفين مفرغة وطعمها حلو جدا. هبدأ اطلع بقى كل مرة اقص فيها كده بالشكل ده، نشيل بواقي الكيك دي ونحطها في الكبة بالشكل ده كده. انا كنت بجمع كله من الاول خالص، انا كده تقريبا في اخر صينيه اصلا. انا كنت كل ما اطلع من الفرن واسيبه يهدى شويه واروح اقطعه بالمكبس كده، بروح واخده الزيادات حطها في الكبه. عشان نعمل ايه اوريكم دلوقتي. ده كده شكلها، بصوا شكل اللي بالكاكاو حلو جدا، مستويه وطعمها حلو قوي بصراحه، السكر بتاعها مظبوط جدا كمان هشه قوي، وده كمان مخليها طعمها حلو. دلوقتي انا عندي شويه مشكلين كده، شويه بالكاكاو وشويه لا، هندهنها بقى من جوه بالمربى او بالشوكولاته براحتك، يعني لو انتي مسيحه شويه شوكولاته كده تحطي معلقه شوكولاته وتلزقي بيها يبقى حلو جدا. انا استسهلت بصراحه المربى وكانت موجوده عندي والولاد مش بياكلوها، فقلت خلاص كلوها جدا في الكيك حلوه قوي. انا بجيب كده كل طرف على التاني بالشكل دوت وبرصه في الصينيه التانيه كده خلاص. هخلص الكميه كلها ويلا بينا نعمل الخطوه الاخيره او التكه الاخيره اللي مش هتخلينا نرمي حاجه خالص.
جبنا كل بواقي الكيك اللي خدناها من القصقصة اللي عملناها وحطيناها في الكبة ضربناها، بقت بالشكل دوت، فيها كده شوية كاكاو شوية فانيليا، فبقت شكلها حلو كده، هستخدمها في التزيين. يلا بينا نشوف. عندي هنا بقى حبة مربى حلوين كده، نضيف عليهم بس معلقتين ثلاثة مية، نفك بس بيها الخليط بتاع المربى ده عشان يديني خليط سائل شوية. هتعملي ايه يا عفاف؟ همشي الأقراص بتاعت الكيك في المربى الأول علشان لما نحطها في الكيك المفرفت دوت تمسك فيها بالشكل ده بالظبط كده. ايه رأيكم بقى؟ عايزة اقولك ان النتيجة خطيرة شكلا وطعما وكل حاجة، سهلة جدا والله، مش هتاخد منك وقت، ممكن تخلي ولادك برضو يزينوا معاكي لو تحبي، يلزقوا معاكي براحتك، تعملي اقراص اكبر من كده اصغر من كده، يعني كل الموضوع في ايدك. ولكن عملت لهم كيك بس بشكل مختلف، طعمه مسكر وحلو جدا، يعني يقفل معاهم شوية في زنقة الحر دي بصراحة، اقصد يعني يسد معاهم في الجو الحر ده، بدل ما هم بيقعدوا على الفطار ما يفطروش ويقعدوا على الغدا ما يتغدوش، يعني بيلجأوا دايما للحاجات الحلوة. ولكن اعمل لهم كيك بشكل مختلف شوية، لو انتي حطاها من جوه لزقاها بشوكولاتة هتبقى حلوة برضو جدا، اتمنى فعلا تجربوها. ولحد كده انا خلصت الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون اداكم طاقة ايجابية، انتوا كمان عايزاكم تدعموني وتدوني طاقة ايجابية كبيرة جدا. طبعا تعليقاتكم الحلوة للقمر دي، انا كل ما احس كده ان انا يعني يعني خلاص عندي محبطة ولا متضايقة، اقرا تعليقاتكم افرح جدا جدا، واحس كده ان انا عايزة اقوم اكسر الدنيا تصوير. عايزاكم تشجعوني وتحطوا لايكات كتير على الفيديو، اعملوا شير للفيديو ده. اشوفكم على خير، سلام عليكم. دلوقتي اوريكم الاكل اللي احنا تبلناه مع بعض في الفيديو اللي قبل الاخير على طول، وقلت لكم ان انا هعمل رز بشعرية وفاصوليا وبلناها مع بعض، وكمان تبلنا الفراخ سوا. ولكن انا بقى في الفيديو ده هوريكم التسويه اللي احنا عملناها للفاصوليا والرز والفراخ بسرعه كده، علشان اقول لكم ان الفراخ طلعت خطيره. لازم تشوفوا الفيديو ده، هسيبه لكم ان شاء الله موجود في صندوق الوصف، لازم تشوفي طريقه الحشوه اللي عملناها للفراخ. فراخ عملناها في الفرن عادي جدا، ولكن عملنا لها حشوه خطيره، حشوه ما بين الجلد واللحم وما بين اللحم والعظم، وبصوا تجنن، كانت فعلا اللهم بارك خطيره جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وما تنسوش تشوفوا الفيديو موجود في صندوق الوصف. طبعا انا مقللة الصلصة زي ما انتم شايفين في الفاصوليا، علشان طبعا كانت هتروح مكان تاني فما تتقلبش.